عليكم حاجة بس صغيرة كده ممكن نغفل عنها تؤدي الكارثة بالنهاية، موضوع الكونتر ريد بتاع الموبايل كلين أو التقل اللي بيبقى موجود مع الموبايل كلين أثناء عملية الرفع. طبعا التقل وجوده مهم جدا في بعض الحالات اللي انت مضطر تضيف ارتفاع كبير جدا، يعني هتضيف طول بوم أو هتشيل أحمال كبيرة، كل ده طبقا لتوصيات المصنع وجداول الاحمال المقرره الموجوده مع الكرين دوت، بيستلزم كوانتر ويت مقداره كذا 40 طن 20 طن 80 90 110 وهكذا. طيب الغرض من الكلام ده ان انت وانت بتراجع خلط الرفع لازم تبص في الوضع ده، الوضع ده من بوم من ريدياس من نمبر اوف فولز، الكلام ده كله في جدول الاحمال او على الكمبيوتر سيستم هو حاطط او شغال على الورقه او على النظام اللي فيه كوانتر ويت قد ايه، التقل بتاعه قد ايه 80 طن. يبقى لازم تتاكد، دي بقى النقطه الاساسيه، لازم تتاكد ان اللي هنا كوانتر ويت اللي هنا او التقل اللي راكب هنا 80 طن، 60 طن يبقى 60 طن، 50 يبقى 50 وهكذا. تاكد بجد مش فيه هزار، يعني في عندك كمبيوتر وفي عندك اوفرلود ليميت سويتش والكلام ده كله، بس احنا مش عاوزين نوصل للنقطه دي، احنا من البدايه بنتحكم في الكلام ده من خلال التشيك او المراجعه بتاعه خلط الرفع. خلط الرفع هتبقى موضوعه من خلال مختص عمليات الرفع او مهندس الايه الليفتنج انجينير والكلام ده او البنار والكلام ده كله، تمام. نقطه ثانيه، هو ممكن يكون شغال طول اليوم عادي خالص وونش صغير مثلا، ده طبعا 200 طن، ممكن ونش صغير 55 طن او 90 طن او الكلام ده كله، عشان يتحرك في الموقع بيبقى شايل التقل بتاعه لما يجي يتحرك من مكان لمكان، فبيسهى عنه ان هو يركبه تاني او ما جابوش ما معاه على التريلر وركبه الكلام ده كله، فيبدا يشتغل هو مش واخد بعين الاعتبار ان التقل بتاعه ناقص، مش ده التقل الكامل اللي هو دايما بيشتغل بيه في خلال الاعمال اليوميه لاعمال الرفع. فدي نقطه برضو ناخد بالنا منها. يعني ادي الموضوع ببساطه، موضوع مراجعه كل تفاصيل خيط رفع، مش حاجه هي مش بعبع، يعني مش حاجه تخوف، بس فيها تفاصيل كتيره جدا لازم ناخد بالنا منها اثناء المراجعه، لازم تبقى فاهم الحاجات دي كلها، لان بالنهايه بتمنع كارثه او هتؤدي لكارثه كبيره لا قدر الله. شكرا.